ليش بتلعبوا هنا الصبح؟ بنغير اجواء من القصف اللي في الليل، بضربوا جنبينا ونصهم بيجيبوا مصابين وشهداء، احنا بنيجي بنغير ونتجمع بنغير الجو هين بنلعب مجمع ناصر كتير حلو. احنا شردنا من بيوتنا من بنسيلة، اخر ساعات كانوا بضربوا اشتباكات، واللي بتقنص عليه بشردش معنا، بضل مرمى على الارض والسقفات ما بتروح تجيبه. وبيوتنا الحين كلها دمار، الرمل كله مرمى على الارض، الشهداء والمتصوبين وكله الشهداء بتقنص عليهم القناصات. اولاد عم الثلاثة استشهدوا هم مرميين على الارض. انتوا بتخافوا؟ كتير احنا ايش ذنبنا يا الصغار؟ بدنا نعيش مستقبلنا. احنا ايش ذنبنا؟ احنا اللي بتلاقيه منقطع من الصغار، اللي بتلاقيه كله اشلاء، اللي بتلاقيه متصوب من رجليه التنتين، اللي بتلاقيه متقطع، اللي بتلاقيكم اجت رصاصه بعينه، كثير اطفال متصوبين. واحنا ذنبنا يا الصغار؟ ايش مستقبلنا نصه؟ بعدين اجت الحرب، ايش منعيش؟ نفسي اصير دكتوره. ليش بدك تصير دكتوره؟ عشان اساعد الاطفال الصغار. لما تكبري؟ طب انت بصير في قصف جنبه هنا؟ بنصير قصفوا فينا، اجت قذيفه علينا واحنا تجمعنا كنا ننام في الشوارع، احنا منلاقيش خيم، حق الخيم 10,000 الصغيرة والكبيرة 30 مليون. خيمة ولا في وين بتعيش؟ في الشارع. وين بدنا نروح؟ احنا في المستشفى في الممرات. كنا مبين سيرة اخر الساعات اجينا شردنا. طب يلا نلعب. يلا الله.